وأبدأ الخبر الأول، الخبر الجميل اللي شارك فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وطبعا لدى وصوله إلى المسجد الحرام يرافق الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، استقبلهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس. وفور وصول ولي العهد السعودي إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، ثم توجه إلى داخل الكعبة المشرفة حيث شارك بغسلها. ويمكن يعني هذه من الأمور الجدة نحن نسعد فيها في كل عام بغسل الكعبة المشرفة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. والخبر الثاني عندك يا هدى، تفضلي. أكيد، ونبقى مع أخبار المملكة واللي فيها تم تكريم الممرضة جواهر الحربي بعد موقفها البطولي اللي ساهم في إسعاف وإنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري وهي على طريقها لمقر عملها. الممرضة الشابة اللي تعمل في مركز صحي بالمدينة المنورة شافت الحادث الخطير قدامها فقدمت جميع الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقلتها بسيارتها المستشفى الملك فهد، وهناك تم إكمال علاجه واستقرت حالته الصحية. وطبعا الممرضة أكدت أن اللي سوته هو استشعار لروح المسؤولية بحكم خبرتها في المجال الطبي، وأن واجبها ما يقتصر على أوقات العمل فقط، وإحنا أكيد نوجه لها التحية وتستاهل التكريم. وحلو لما الواحد يقدر يساعد سواء كانت هي مهنتها أو لا، بس ما أنها ممرضة قدرت تنقلها قدرت تسعفها. بعض الأحيان نشوف مثلا حادث أو شيء ونقول ما لنا دخل، يعني يا ليت نقول ما لنا دخل ونكمل طريق نصور ناس يصورون للأسف. صحيح، فحلو اللي هي وفي تجمهر ويعني في إشكالية في المرور للشخص نفسه المصاب، فحلو أن هي كانت ممرضة قدرت تسعفها قدرت تنقلها. ولكن الأشخاص اللي ما عندهم هذه الخبرة يعني يكتفون يمكن أنه لا يتصل على الإسعاف يتصل على الإسعاف. أي التجمع بعض الأحيان يعني هو اللي يزود من خطورة بعض الحالات فعلا. والحين بنروح مصر معك هاني. نروح مصر ونبقى مع الأرواح النبيلة مشاهدينا في مشهد ليس بغريب على أهلنا في مصر. تعرض الشاب محمد يحيى لإصابات عديدة بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ جيرانه من الحريق الكبير اللي حدث داخل كنيسة أبو سيفين في العاصمة القاهرة. وتمكن محمد مشاهدينا من إنقاذ 5 أطفال كانوا محاصرين داخل الكنيسة، بالإضافة إلى عامل يبلغ من العمر 65 عام. وأشاد وزير الصحة المصري بما قدمه الشاب يحيى خلال أزمة الحريق معتبرة بطل ونموذج يحتذى فيه للشباب المصري. وبحسب وزارة الصحة المصرية مشاهدين فإن إجمالي عدد الوفيات في هذا الحادث الأليم بلغ 41 وفاة و14 إصابة. تعزينا للشعب المصري العزيز ونتمنى الشفاء للمصابين. روح لخليل والخبر الأخير عندك يا خليل. صحيح، أول شيء طبعا نحيي الشاب المصري على الروح الإنسانية والقيم الموجودة فيه، وتعازينا أيضا للي راحوا ضحية نقدر نقول هذا الحدث الأليم، ونعزيهم أكيد ونعزي أهاليهم. طبعا هذا الخبر جدا جميل، ليش؟ لأنه هذا التفكير الإيجابي اللي احنا نتكلم عنه، لأن هذه المرأة بعدما انقطعت عن التعليم وهي بعمر 15 عام حققت سيدة أردنية حلمها بإكمال تعليمها الجامعي وتخرجت مع ابنها في نفس اليوم ونفس التخصص والجامعة وبتقدير امتياز. سميرة اللي انقطعت عن التعليم لفترة طويلة ما تخلت عن حلمها وقررت العودة لمقاعد الدراسة وبدأت بتدرس طبعا أو تدرس مع ابنها في المرحلة الثانوية، وكانت من الأوائل، ثم أكملت دراستها مع ابنها وتخرجت من الجامعة بتخصص ماجستير إدارة تربوية. وتحية كبيرة يا سميرة، ونتمنى لك إن شاء الله تكوني دكتورة قريبا ونسمع هذه الأخبار، وحنقول خبر أكيد عنك في يوم ما. وأنا متفائل إن شاء الله على هذا التفكير الإيجابي وعلى هذا الإصرار والطموح الكبير، ونرجع لك يا هاني وهدى. تحياتنا لها أكيد. نبارك لها على هذا النجاح ونتمنى لها التوفيق، وفعلا انه ما في شيء تاخر، ما في شيء صعب وما في شيء مستحيل، ودائما اذا انت حطيت اهدافك وامنت بنفسك اكيد صحيح. بتوصل للهدف اللي تبغاه وبتحققه يعني مهما كانت العوائق. فالناس اللي يقولون ما في وقت ما في، يعني امس كنت اشوف فيديو لوحده انفلونسر فكانت تقول انه كثير بنات اواجههم يقولون صعب اني اكون ام واكون ناجحه واشتغل، لكن هذا الشيء مو صعب ابدا اذا رتبت اولوياتك في الحياه. صحيح. فحلو يعني ان شاء الله نشوف كل واحد عنده حلم انه يحققه.